قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مالي ينادوا يا مالي ليقضي علينا ربك. قيل إنها على سبيل الترخيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائش. قالوا أيضا يا مالي لكن أجاب البعض بأن أهل النار ليس عندهم وقت أليس عندهم عفوا وجه لترخيم الكلام. الظاهر أنها قراءة والله أعلم هي قراءة عبد الله بن مسعود. نعم هل أنهم لا يستطيعون الكلام ويقولون يا مالي يختصرون الكلمة صعب بعيد لأنهم يتكلمون كلاما آخر ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يتكلمون كلاما آخر.